رفقات الحلوين، أهلا وسهلا فيكم بجمعية شهد قسم الدعم النفسي الاجتماعي. اليوم ببرنامج الحق في اللعب رح نلعب لعبة كتير حلوة اسمها تجميع الطابات. رفقات الحلوين، لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس حتى يصلكوا كل شي جديد. الأهداف من لعبتنا لليوم هن تنمية القدرة على التوازن وتمرين عضلات الحوض. الأدوات اللازمة للعبتنا: طابات بلاستيكية، رح نجيب طابات بلاستيكية ملونة اللي نحنا منحبها، وتاني شي وعاء بلاستيكي، رح نطلب من ماما تعطينا جاط من عندها من البيت بس انه يكون بلاستيك، وكمان رح نجيب سجادة حتى نتسطح عليها. قبل ما نبلش اللعبة رح نبلش نحضر للعبتنا. اول شي رح نعمله رح نحط السجادة ونفردها على الارض، وبعدين رح نتمدد بهالوضعية ونخلي حدا كبير او حدا من اخواتنا يشوف لنا لوين وصلوا اجرينا، ومحل ما وصلوا اجرينا رح نحط الوعاء. وهلأ رح نطلب من افراد عائلتنا الحلوة انه يلعبوا معنا. وهلأ إجا وقت النقاشات. حبيتوا اللعبة؟ كانت اللعبة سهلة أو صعبة؟ كم طابة جمعتوا أنتوا عم تلعب اللعبة؟ وش تعلمتوا من هاي اللعبة؟ رفقاتي الحلوين، شكراً لحسن المتابعة. إذا عجبكم الفيديو الرجاء اشتركوا بقناتنا وفعلوا الجرس حتى يصلكوا كل شي جديد.